ومبروك البقاء برضه في نفس الوقت كابتن طارق. تكرين يا ابو حميد، الله يخليك. ربنا يخليك حياتي ليك كابتن مايل. يا كابتن طارق، ربنا يبارك فيك. ربنا قلبنا معاك يا طارق والله في المهمه الصعبه دي. لكن احنا كنا عارفين انك انت اداء ودود، يعني انك انت قادر بخبراتك في الدوري الممتاز وخبراتك خارج مصر انك انت تقدر تنتشل وادي دجله من الظروف الصعبه اللي مرت بيه. صحيح، فتجربه صعبه جدا جدا كانت عليك، الله يكون في عونك. لكن بنحييك طبعا، بنحييك طبعا يا كابتن طارق. ولكن خليني اسالك بقى بكلام كابتن ماهر، يعني كانت التجربه منذ البدايه كابتن طارق يعني واضح انها صعبه، الامور كانت طالع من لما جيت وبعد كده نزلت شويه وبعد كده الامور استقرت في النهايه، ولكن طبعا يعني اهم الاسباب اللي ممكن تقول البقاء في الدوري الممتاز كانت ايه يا كابتن؟ بالشكل طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني وتكاتف الجميع من مجلس الاداره للجهاز الفني واللاعبين. يعني الامانه يعني انا برؤيتي البسيطه ان وادي دجله ما بيستحقش المكان اللي هو فيه، ولكن يعني الامور تازمت شيئا فشيئا، خاصه ان الفريق لما انا استلمت كان في المركز قبل الاخير، والولاد يعني الامانه يعني كان في عدم ثقه بشكل كبير جدا بسبب النتائج السيئه. وفي الشك برضه هم مساهمين بشكل كبير برضه، لان في وقت من الاوقات كان بيحصل فيه استفادات، فكانت النقاط بتروح نقطه تلو الاخرى لحد ما وصلنا للنهارده اللي قبل الاسبوع الاخير واحنا بنجاهد على ان نتواجد في الدوري الممتاز. طب اتمنى ان يبقى ده درس طبعا قوي جدا جدا من لمجلس الاداره اولا، ترتيب البيت وللاعبين نفسهم، ان الامور انت عارف الدوري السنه دي قوي جدا والسنه اللي جايه هيكون اصعب، لابد ان الامور تتخذ بجديه وترتيب، يبقى في بلان جيد جدا جدا وتخطيط جيد جدا جدا للتواجد بشكل قوي، لان النادي يستحق ان هو يتواجد بشكل قوي مع الترتيب الجيد اللي يستحقه النادي. حقيقة انا مع انا كلمه حضرتك جزئيه ترتيب البيت ومجلس الاداره، انا كنت يعني في لقاء مع المهندس ماجد سامي كان بالصدفه من اسبوع، وقلت له مش ممكن يكون كم اللاعبين وكم الاداره المحترفه المتواجده في وادي دجله والامور توصل لكده، ولكن في الحقيقه هو قال لي البدايه نفسها كابتن طارق هي اللي حملت فريق وادي دجله انه يعني اكثر من يعني في منطقته في وقت من الاوقات. والله شوف يا محمد، يعني زي ما قال الكابتن ماهر تجربه يعني قاسيه جدا جدا عليا انا، يمكن الحمد لله رب العالمين، يمكن مع الحرس احنا يعني حتى البدايات لما كانت وانت عشت معانا كان بداياتنا ما كانتش قويه. صحيح. وبعدين ابتدينا نرتقي شويه بشويه لحد ما الحمد لله الحرس بقى فريق بطولات، خد 3 بطولات متتاليه ورا بعض. طبعا صحيح. كاسين ثم سوبر، وبعدين من فرق كبيره زي النادي الاهلي ونادي انبي. وبعدين الامور ابتدت تقدم شويه، فالتارجت اللي انت بتلعب عليه هو الفرق التارجت اللي فوق، ودايما الناس بتبص للي فوق، وانا بحب اشتغل ده، ولذلك دي التجربه دي بالنسبه لي كانت تجربه يعني مش عاوز اقول لك يعني تحدي كبير جدا ليا، ولكن في نفس الوقت الله يكون في عونك يا كابتن، ده ضغط عصبي رهيب كبير جدا 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 لان احنا مرينا في يعني بمراحل صعبه جدا جدا جدا، خاصه حتى المباراه اللي النهارده مع نادي الافتاء كانت مباراه صعبه طبعا، وانك ازاي تعيش الضغوط الكبيره جدا، لكن دي اثرت بالسلب علينا ان الولاد اتحطوا تحت الضغوط، مش اي لاعبين يقدروا يتعاملوا تحت الضغوط دي. صحيح. الحمد لله. طيب. العالمين ربنا يعني كابتن طارق، هل من ضمن التغيرات اللي حصلت في فريق وادي دجله هو تغيير طريقه اللعب؟ يعني هل كان فريق وادي دجله في بدايه الموسم بيلعب بطريقه لعب معينه، او حضرتك تم تغيير طريقه اللعب بشكل ما؟ شوف، لكل مدرب ليه فلسفته وليه طريقه لعبه، وبعدين طريقه اللعب بتتحدد حسب القماشه اللي معاك، العناصر بتاعتك هي اللي بتديك الرؤيه بان انت هتلعب بانه طريقه تناسب امكانياتهم عشان تقدر تطلع اقصى ما عندهم. شيئا فشيئا لما بتبتدي تتعرف على الفريق وتقرب منهم لحد ما بتوصل للتشكيله المنسجمه مع بعض اللي هم يستطيعوا ان هم يعني يحققوا لك احسن اهداف انت عاوز تحققها. فيمكن الحمد لله احنا يمكن ما كناش بنلعب كتير جدا في التشكيله، كنا مثبتين كتير جدا، الخروج والدخول في حدود الضيقه جدا جدا، ويمكن حتى الاصابات لعبت دور كبير جدا والغيابات لعبت دور كبير جدا جدا، ولكن الحمد لله يمكن الثبات برضو عطى نتائج ايجابيه. الحمد لله النهارده اهوت يعني دجله قبل نهايه الاسبوع الاخير في الدوري الممتاز، وبرضو اؤكد ان ده برضو مش المكانه
اللي يتمنى حقيقي. استاذ عصام طارق مكمل ولا لسه ما فيش كلام ولا في كلام واحنا ما عرفناش ولا ايه؟ والله يا عصام انا الحق كان هدفي انا قعدت مع مستر ماجد قبل بتوليه بست شهور، كان الهدف هو ان احنا ان شاء الله نبقى في الدوري الممتاز، وده كان الهدف الرئيسي بتاعي. ما كنتش بفكر في ان انا اكمل، ما كنتش بفكر ان انا قد اكون مع وادي دجله السنه الجايه وقد اكون خارج وادي دجله السنه الجايه مع نادي اخر. كل هدفي ان الحمد لله رب العالمين الهدف والامانه اللي الواحد اللي ماجد سامي حملها لي، انا بقول له الحمد لله الامانه هي والفريق هو الحمد لله الدوري ممتاز، وده اللي يعني اللي بسطني ان انا في حتى في التحدي اللي احنا اللي انا خضته ده الحمد لله برضه ربنا اكرمني واكرم الفريق الحمد لله. وادي دجله في الدوري ممتاز ان شاء الله باذن الله تعالى بيا او من غيري لابد ان خططوا صح عشان يتواجدوا بشكل قوي في المرحله القادمه. موافق يا كابتن. طب في ليه يا كابتن طارق، والف مبروك النهارده طبعا النتيجه وبقائكم في الدوري الممتاز، والمهمه اللي انت بتتكلم عليها هو بقاء وادي دجله في الدوري الممتاز ونجحت فيها بشكل كبير كابتن طارق، العشر واحد مدربين المميزين يعني سواء بقى في حرس حدود كان كنت متواجد معاه اثناء طبعا وجود كابتن حلمي ثم كابتن طارق كمدير فني، الامور الصراحه كانت الخواجه المصري لكن صراحه واحد من المدربين المميزين كابتن طارق.